الاستدعاء في 5 نوفمبر تشرين الثاني مع انتهاء مهلة 108 يوما التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية. وإن مجال الطاقة والمجال المصرفي ومجال الخدمات اللوجستية وشركات التأمين تأتي في مقدمة المجالات الإيرانية المستهدفة من قبل العقوبات الأمريكية. بسم الله الكرام، سنقدم الآن لحضراتكم تقييما أعده جان أرجون، أحد باحثي وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان العقوبات المفروضة على إيران ونتائجها المحتملة. في المرحلة الأولى من خلال العقوبات التي فرضتها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية منعت إيران من الحصول على الدولار الأمريكي وبيع السندات الحكومية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة الأخرى وتجارة الصلب والألمنيوم والفحم واستيراد طائرات الركاب أو قطع غيارها. وأما في المرحلة الثانية من العقوبات فسيتم فرض قيود دولية على شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركة الإيرانية لتجارة النفط والشركة الوطنية للناقلات، كما سيتم فرض عقوبات على بيع النفط والمنتجات النفطية من إيران التي يعتمد اقتصادها على النفط. ومن بين النقاط المهمة في العقوبات المفروضة على إيران مع انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شكل هذه الجانب من الاتفاقية النووية المبرمة هو نظام سويفت الذي يوفر التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك حول العالم. وفي سياق متصل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، قال بيان صادر عن مركز سويفت: لقد قرر سويفت تعليق دخول بعض البنوك الإيرانية إلى النظام. وكذلك إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تستهدف المؤسسات المالية أيضا، وتم فرض القيود على المعاملات التي تجريها المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية. وعلاوة على ذلك، في سياق متصل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إضافة أكثر من 700 إيرانيا ومؤسسة إيرانية إلى القائمة السوداء. وعلى الرغم من كل العقوبات المفروضة على إيران، من الملفت أن قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون هذه العبارة: سنطبق عقوبات على إيران أكثر من العقوبات المفروضة حاليا، ولن نقتصر